في إطار الإعداد للتقرير الوطني لتنفيذ خطة هيوغو التي تهدف إلى ضبط برامج للحد من مخاطر الكوارث والاستعداد للطوارئ والتصدي لها، وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية بتونس وبحضور ممثلين عن الحماية المدنية ووزارة الداخلية ومجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى تواجد ممثلين عن مؤسسات عمومية عديدة، قامت بإعداد ورشة عمل وضعت من خلالها خطة هيوغو في إطارها. التقرير هذا يعني كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هي ملزمة بإعداد التقرير، وللأسف يعني تونس ما عدت حتى تقرير، رغم أنها هي ممضية من سنة 2005 على هذا التقرير. هذا أول تقرير. التقرير هذا هو يمكن باش نوقفوا على أهم الإجراءات اللي تقوم بهم تونس للحد من الكوارث، وفي نفس الوقت الوقوف على بعض الصعوبات اللي خاصة تكون في على مستوى الاستعداد لبعض الكوارث. ولأول مرة تسعى تونس إلى تقديم أول تقرير لها لتنفيذ خطة هيوغو، ركز من خلاله الخبراء على التوجهات التي يسير نحوها المشروع لضمان الحد من مخاطر الكوارث وطنيا ومحليا، التي تقوم على قاعدة مؤسساتية صلبة ولها صبغة قانونية. المشروع اللي قلت لك هو قاعدة معلومات على هو داخل في إطار عمل هيوغو، ما عادش كان عندكم عليه فكرة، اللي هو برنامج عالمي معناتها للحد من الكوارث. هذه النقطة تسمى النقطة الثانية، هي جمع المعلومات حول الخسائر المنجرة للكوارث، اللي هي بصفة عامة هي كمرحلة أولى معناتها في الوقاية من الكوارث، أن نبدأ عندنا المعلومات على الخسائر المنجرة للكوارث والخطورة نتاعهم، باش نجموا نتمكنوا من الوقاية من الكوارث هذه. مخاطر الكوارث الطبيعية تمس اليوم الحياة اليومية للمواطن، كما تمس صحته وحتى نظامه الغذائي. كانت محور اهتمام الخبراء والتقرير الوطني لإيجاد الحلول المناسبة والحد من مخاطر الكوارث وقابلية التأثر ودمج استراتيجيات دولية لتعزيز الاستعداد للكوارث والتصدي لها على جميع المستويات، خاصة عبر ضبط برامج توعوية وتدريبية وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا. الاستعداد للكوارث هو اللي مكننا من الحد من الوقعة هذه الكوارث. وهنا الوزارة قامت بعمل آخر اللي هو جرد للكوارث اللي وقعت في تونس في الفترة 30 سنة اللي فاتت. هذا الجرد هذا يعني عمل على مستوى الجهوي، هو اللي يمكن باش نشوفوا شنية نوعية الكوارث اللي وقعت في تونس في 30 سنة اللي فاتت، وهو اللي مش مكننا في مرحلة أخرى باش نعرفوا شنية أهم الكوارث اللي جابتها تونس في السنوات الفارطة. تحديد أخطار الكوارث الطبيعية وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر والوقاية من عوامل الخطر الأساسية هي أبرز أهداف المشروع الوطني لتنفيذ خطة عمل هيوغو في الفترة الممتدة بين 2005 و2015.